بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مع قناة درس رياضيات اونلاين هنقدم النهاردة طريقة جميلة جدا لكل ام عايزة تعلم اولادها جدول الضرب طريقة سهلة جدا وما فيهاش اي تعقيد والطفل هيفهمها بكل سهولة تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي هنطبق الفكرة بتاعتنا ديت عشان نعمل عمليات الضرب وازاي نعلم اولادنا عملية الضرب بكل سهولة هناخد كده نماذج من كل جدول والطريقه دي بتنطبق مع كل الاعداد يعني مثلا هنا هنعلم الطفل ازاي يضرب اتنين في اتنين الاتنين انا عملت هنا تفاحتين وهنا تفاحتين العدد الاول اتنين العدد الثاني في عملية الضرب هو الاتنين دايما نبدأ بالعدد الأول العدد الأول ده بعمل له خطوط كل تفاحة لها خط العدد الاول ده الخطوط بتاعته هتبقى خطوط راسيه يعني كل تفاحه هتبقى ليها خط مش ده اتنين ايوه يبقى الاتنين يبقى عندنا تفاحتين يبقى كل تفاحه منهم هيبقى لها خط راسي بالشكل ده كل تفاحة لها خط ايه رأس هنيجي للطرف التاني في عملية الضرب وهو الاتنين برضو بس الطرف التاني بعمل له خطوط الخطوط بتاعتها بتمشي بالعرض يعني التفاحة ده هيبقى لها خط بس الخط بتاعها هيمشي بالعرض كده والتفاحة الثانية ديت هيبقى لها خط هيمشي بالعرض بنفس الطريقة بعد كده التفاحتين دول هيتقابلوا مع التفاحتين دول في مناطق معينه تعالوا كده نشوف هنا التفاحه دي هتتقابل مع التفاحه دي او بمعنى اصح التفاحتين هيتقابلوا مع التفاحتين في المناطق اللي انا عملتها دي اللي هي مناطق التقاطع نعد بقى المناطق كده بتاعه التقاطع ادي واحد اتنين ثلاثة، اربعه تمام كده يا حبايبي يبقى هنا عندنا هنا تفاحة وهنا تفاحة وهنا تفاحة وهنا تفاحة نعد كده واحد اثنين ثلاثة أربعة يبقى اثنين في اثنين بيساوي كام؟ بيساوي أربعة. طيب نحاول نفهم الفكرة دي بشكل ايه أفضل وناخد مثال كمان من جدول ثلاثة عندي هنا مثلا ثلاثة في اثنين الثلاثة هي العدد الأول. والاتنين هي العدد الثاني المضروب فيه، همسك دايما العدد الاول، العدد الاول اعمل له خطوط راسيه، الثلاثه هن... 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 كده هنعتقد ان هي مثلا ثلاثة تفاحات، ادي واحد اتنين ثلاثه، هاخد كل تفاحه منهم واعمل لهم خط رأسي، يبقى التفاحه دي هيبقى الخط بتاعها كده رأسي والتفاحه الثانيه خطها راسي والتفاحه الثالثه خطها راسي هذه للطرف الثاني في عمليه الضرب اللي هي الاثنين اه انا عندي هنا اثنين بس التفاح بقى اللي هو ده واحد اثنين مش هعمل لهم خطوط راسيه لان هي الطرف الثاني في عمليه الضرب، دايما الطرف الثاني في عمليه الضرب اعمل له خطوط بس خطوط بالعرض. هنا عندي اثنين صح؟ ادي تفاحه وأدي تفاح يعني تفاحتين، يبقى كل تفاحه منهم هعمل لها خط بس خط بالعرض، يبقى ناخد التفاحه دي نعمل لها خط بالعرض. وناخد التفاحه الثانية ونعمل لها خط بالعرض ونشوف بقى التفاح بتاعنا هيتقابل في كام منطقه ادي المناطق اللي هيتقابل فيها التفاح بالشكل اللي احنا عاملينه ده وسهل تحديدها جدا اهو نعد المناطق اللي تقابل فيها الثلاث تفاحات مع التفاحتين ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اذا ثلاثة في اثنين بتساوي كام بتساوي ستة طيب ناخد كده امثلة كمان عشان نفهم الطريقة دي ونعلمها لاولادنا بكل بساطة وبكل سهولة هنخش بقى كده على جدول أربعة هناخد منه أربعة في ثلاثة الأربعة هعمل لها مثلا ثلاث أولاد مثلا والثلاثة هعمل لها ثلاث أولاد الطرف الأول في عملية الضرب هو الأربعة دايما الطرف الأول أعمل له خطوط رأسية والطرف الثاني أعمل له خطوط عرضية تعالوا نبدأ بالطرف الأول الأربعة الأربعة هنا مثلا عندي إيه؟ أربع أولاد طبعا الأربعة هي الطرف الأول في عملية الضرب يبقى كل شكل من الاشكال دول هعمل له خط ايه راسي يبقى ده خط راسي وده خط راسي وده خط راسي وده خط راسي هبص للطرف الثاني في عمليه الضرب وهو التلاتة تمام كده بس طبعا الطرف الثاني في عمليه الضرب هعمل له خطوط بس الخطوط دي هتبقى خطوط بالعرض انا عندي هنا ثلاثه امثلهم بثلاث ايه؟ ثلاثة اولاد ادي واحد اثنين ثلاثه كل ولد من دول هعمل له خط بس خط ايه بالعرض؟ لان الثلاثه دي هي الطرف التاني في عمليه الضرب. ناخد كده الاول الاول ادي واحد اهو هعمل له خط بالعرض الثاني هعمل له خط بالعرض التالت هعمل له خط بالعرض نشوف كده الثلاث اولاد هيلتقوا في كام منطقة ادي منطقة ودي منطقة ودي منطقة, وأدي منطقة. ودي منطقة, ودي منطقة ودي منطقة ودي منطقة ودي منطقة ودي منطقة ودي منطقة وهكذا بالشكل ده مناطق اللي هي الالتقاء بتبقى سهلة جدا وواضحة اللي هي رؤوس المربعات طب تعالوا نعد بقى مناطق الالتقاء ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 إذا 4 في 3 بتساوي كام؟ بتساوي 12 طيب ناخد كمان مثال من جدول الخمسة. خمسة خمسة في أربعة الخمسة هي الطرف الأول في عملية الضرب الأربعة هي الطرف الثاني في عملية الضرب دايما أبدأ بالطرف الأول الطرف الأول أعمل له خطوط رأسية الخمسة مثلتها مثلا بكام بخمس عيون يبقى كل عين منهم هيبقى لها خط الخط بتاعها هيبقى خط ايه رأسي ادي ايه واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة نخش على الطرف الثاني ما دمت قلت الطرف الثاني يبقى هعمل له خطوط أفقية يعني خطوط بالعرض الأربعة يعني أربعة عيون أدي واحد اتنين تلاتة أربعة كل عين بقى من عيون الطرف الثاني هعمل لها خط بس هيبقى خط إيه؟ خط بالعرض لأن هي الطرف الثاني في عملية الضرب نبدأ بالعين الأولى ونعمل لها خط بالعرض العين الثانية نعمل لها خط بالعرض، العين الثالثة نعمل لها خط بالعرض، العين الرابعة نعمل لها خط بالعرض، ونشوف الأعين دي هتلتقي فين. نقاط الالتقاء تحديدها سهل، اللي هي رؤوس المربعات أو رؤوس المستطيلات اللي مرسومة قدامنا، ونعمل اللي هي نقاط الالتقاء أو نقاط التقاطع. بكل بساطة وبكل سهولة ونعلمها لأولادنا تمام كده أهل وبعد ما بنتهي من تحديد نقاط الالتقاء أو نقاط التقاطع بعد وأحصل بذلك على حصل الضرب تعالوا كده نعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر 13 14 15 16 17 18 19 20 اذا 5 × 4 بتساوي 20 لو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير واشتراك دعما لنا على الاستمرار في تقديم افضل محتوى لكل اولنا يا رب تكون الفكره عجبتكم اشوفكم على خير مع فيديو جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته